بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. يسر قناة رجاء التربية على اليوتيوب أن تستقبل محاضراتكم سلسلة شحاتها المتميزة. اليوم بنهديكم مهارة يحتاجها الكثير من الأصدقاء والزملاء، وهي كيفية إنشاء قائمة المعارف في الفيسبوك. قائمة المعارف في الفيسبوك ليست هي قائمة الأصدقاء المقربين، ولكن الأصدقاء المقربين هم الأشخاص الذين تود معرفة أخبارهم ويظهروا في شريط آخر الأخبار أي خبر بالنسبة لهم، كل خبر أو كل تعليق أو انضمامهم إلى أي جروب أو لايك لأي صفحة أو الإشارة إليهم بيظهروا عندك، لأنك أنت بتود معرفة كل كبيرة وصغيرة عنهم، فهم دول اسمهم الأصدقاء المقربون. بينما قائمة المعارف هم الأشخاص الذين تود معرفة القليل من الأخبار عنهم. دايما وابدا بنسعد بارائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق النجار التعليمي على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar او المواقع والمدونات التي نشرف عليها. تعالوا بينا ننفذ هذا الكلام عملي. بدايه كل اللي عليك انك هتقوم بالدخول الى حسابك في الفيسبوك. بعد الدخول الى حسابك في الفيسبوك، لو انت لغه اللغه العربيه على هذا النحو، هتبحث من ناحيه اليمين على الاصدقاء اللي هي الفريند، لو باللغه الانجليزيه تبقى ناحيه الشمال واسمها فريندز، ثم تضغط لو باللغه الانجليزيه مور بالعربي المزيد يبقى الاصدقاء، هنضغط على المزيد. ضغطنا على المزيد هنذهب الى، هيعرض لنا مجموعه من القوائم التي تحتويها قائمه الاصدقاء، هنختار المعارف، هنبدا نختار المعارف على هذا النحو. يا ريت نقرا ايه المكتوب بالنسبه للمعارف. مكتوب ان المعارف هم الاصدقاء الذين لا تود معرفه الكثير عنهم في اخر الاخبار لديك. لو حابب تضيف صديق من الاصدقاء ان يكون من ضمن المعارف على اساس انك تتجاهل اخباره، هتبدا تختاره من الاسماء المقترحه او تكتب اسمه في خانه اضافه الاصدقاء او تعمل اضافه اصدقاء الى القائمه. عند الضغط عليها هيبدا يعرض لك كل الاصدقاء الموجودين، هتبدا تختار الصديق اللي انت عايز تتجاهل اخباره وبعدين تضغط على الانتهاء فيتم اضافته. كده يبقى انت استطعت انك تضيف مجموعه من الاشخاص الذين لا تود معرفه الكثير عن اخبارهم. طب لو عايز تدير هذه القائمه اللي هي ادي اداره القائمه، تقدر تعدل فيها، ادي في تعديل القائمه تقدر تعدل فيها بالنسبه للاشخاص الموجودين سواء بالاضافه او بالحذف. اتمنى ان احنا نكون استفدنا من هذه المهاره الخاصه اللي من خلالها نقدر نقوم بعمليه اختياريه لتنظيم وعرض المحتوى في الفيسبوك. تقبلوا تحياتي، انا طارق النجار من قناه طارق النجار التعليميه، وانتظرونا في العديد من المهارات الخاصه والشروحات المتميزه في جميع البرامج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.